يكسب مين؟ مش ده المهم. ايوه مش ده المهم، مين يكسب مين ده مش مهم. المهم والاهم هو المهم، هو فعلا المهم. انا كنت عايز اقول حاجه مهمه فعلا. ايوه المهم، ايوه المهم، ايوه هو لقيت المهم. المهم المهم ان انا هقدم فريقين، فريق الف وفريق ب. فريق الف هقدم الاول احد فرسان فريق الف، الفنون الجميله، الفنان اللي درس في كليه الفنون الجميله بالالوان وفرشه اللون، وترجم الالوان وفرشه اللون الى احساس وصوت، سمير الاسكندراني. لا في واحد جاي اهم اللي بيعمل كل الحاجات دي، كل الحاجات دي هو اللي بيعملها لوحده. تخيل مين قد الفرقه دي كلها؟ عازف الاورج، صاحب الفرقه المتكامله، كمانجا وعود وطبلة وناي وكل حاجه، مجدي الحسيني. بيقولوا الفن والتجارة، التجارة والفن، والفن تجارة والتجارة شطارة. خريج التجارة والمحاسب المطرب محمد زياد. واحدة هتيجي تغني دلوقتي، استنى استنى. معانا فنانة صوت جميل طعم من سوريا الحبيبة، هيام طعمة. من نجوم التلفزيون الشبان مروى الخطيب. رجعنا تاني للفنون، فنان كما تعلم النسيج في الفنون التطبيقية فهو أيضا ينسج فن التمثيل، الفنان ناصر سيف. في حد هيجي هيجي هيكسر القاعدة لأنه بيرقص وبيمثل، الفنان علاء عوض. في واحدة غالية جدا جدا واسمها غالي جدا جدا وبيلخبط ساعات سوق العملة والمصاريف، الفنانة دينار. الفنان الشاب اللي اتعود عليه التلفزيون منذ أن كان طفلا إلى أن كان الآن شابا من عائلة شلش، الفنان أحمد سلامة.
فارسة أخرى، ولكن هي أيضا غير أنها فنانة وممثلة فهي طبيبة، وخدوا بالكم لأنها طبيبة في حاجة مهمة جدا، طبيبة تخدير، الدكتورة ياسمين. هنستضيف سريعا نجم من نجوم هذه الحلقة بالترتيب زي ما قدمناهم، الفنان سمير الاسكندراني. أهلا. تفضل. ما تجيبهاش. أنا حاجة لحضرتك. أستاذ سمير. أؤمر حبيبي. فتحة الخير على سمير الاسكندراني كانت أغنية إيه؟ لو كنت قلت لي فتحة الخير وبس قلت لي كنت أقول لك لقائي بيكم في الأيام المفترجة اللي احنا فيها. الحمد لله. يمكن كانت الشريط اللي سجلته في انجلترا وعملته زي القدود الحلبية أو عملته تراث قديم. أيوة. واحد بيغني زي المشايخ. أيوة. وراه 50 عازف إنجليزي. التوليفة دي. اللي هي تيك ايست ويست شو، مش كده؟ او هز وست شو. يس اي دو تيك مي باك تو كايرو. وتيك مي باك تو كايرو. ايوه. وقدك المياس. ايوه. ويا جميل. انا مذاكر صح؟ يا اللي ناسيني. نقولها ازاي؟ ده انت خطير. نقولها ازاي؟ انت مذاكر وحافظ، ما انا مش عارف حافظ من ايه. نسمع فتحة الخير على سمير الاسكندراني. طب بس اخد تأذان لي. اخد صديق عمري الاستاذ زميلي القديم المتجدد دائما مجدي الحسين. يا عم انت معاك فرقه كامله. ربنا يخليك. صحيح. اتفضل. مسقفتيه مجدي. مجدي مره شكايه مره. ما تخدريش حد يا دكتوره. الدكتوره ياسمين هتخدرنا احنا. طيب نقول يا مجدي. اتفضل. اتفضل يا استاذ. في ميكروفون تاني اعتقد هيجيني. اتفضل. اهو انا اجيبه لسعادتك حالا. يا سلام. بص يا مجدي، انا مجدي مرتبط بيك على فكره. طبعا مجدي. ايوه. وانتصاري. الله يخليك. وارتقائي والى الامام. مرتبط بيك يا مجدي. الله يخليك. انت مجدي. الله يخليك. كرافته الحلوه دي جبتها منين؟ فنون جميله يا فندم. يا سلام. فنون جميله وفنون تطبيقيه. ايه الحكايه؟ في فنون جميله وفي طب و تشزيت وبقيت محاسب. حاسب علينا يا زياد. يلا نقول ايه؟ تيجي نقول يا جميل اللي نسيني. يا جميل اللي نسيني، اللي من الهجر الجوي. يا جميل اللي نسيني، اللي من الهجر الجوي. اسمع في يوم يا جميل وراعيني يا عين من كتر شوقي. اسمع فيهم يا جميل وراعيني.
الهجر كويني يسمح في يوم يا جميل ورعيني يا عين من كتر شوقي إليك أبدا. سمير فين؟ مس بسمة. سمير الاسكندراني. ايوه الاسكندراني. 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 اسكندرية. اسكندرية ليه؟ وكمان اسكندرية تم انشائها سنة كام؟ ومين اللي انشأها؟ اللي انشأها خالتي. كانت متجوزة اسكندر المقدوني. سنة؟ دي تبقى عجوزة قوي خالتك على فكرة. ايه ده ما هي خالتي وهتبقى قبل. خد بالك انها هتبقى قبل الميلاد فما كانش ده انك تقولها. ايوه مكتبة اسكندرية وحرقوها. سنة كام؟ يعني 300 سنة كده قبل الميلاد. 332 قبل الميلاد. يا واد يا شقي انت كنتش حضرت الفرح. ايوه مجدي. طب بالمناسبة يا شمير لا ما ينفعش عشر ده كان يبقى الطقم وقع من زمان. طيب بصفة ان الاستاذ سمير الاسكندراني بيحب اسكندرية والنقب والاسم اسكندراني نتذكر مع بعض مع الجمهور قدامة الفنانين اللي من اسكندرية. يعني سيد درويش واحد ده تبعك مزيكا. طب نخش في حاجه تانية. سيدي ابن عطاء الله السكندري. اللهم صل وسلم. احد المتصوفين الكبار. عظيم. مش كده؟ تاني نقول حاجه تانية. فنانين بقى. تشكيلين كده. سيف وني. سيف وني. وادهم. وادهم. مش الشرقاوي. ايوه. نبتدي نخش انا وانت بقى على الاستاذ مجدي الحسيني. تساعدني مع بعض كده. تعالى هتغني انت طبعا. لا انا ما غنيش ده احنا انت. لا ما انت هتلعب. هتغني هتلعب اورج. بص يا عم مجدي دلوقتي احنا عايزين بصفة ان اللغة اللي بيننا وبينك هي صوابع الأورج. فانا والاستاذ سمير الاسكندراني هنقول مثلا محمد فوزي. محمد فوزي. ماله هيرد علينا اهو. هيرد علينا يقول ايه؟ اللي يعجبك يعني الحوار ماشي. ها ماشي. طب الحوار بقى سومه اللي مفيش خلاف عليها. ام كلثوم. طب ده شيء عظيم. لو الاستاذ مجدي الحسيني ايوه ابتدى يلاغي بقيه الفرسان ايوه ويعزف ايوه. لا خلي الميكروفون معاك عشان صوابعي. ماشي ماشي. طب لو حضرتك عزفت جمله أيوة. مزيكا مثلا للاستاذ عبد الوهاب ايوه هم ويبقى يقولوا لنا الاغنيه بس من غير الاستاذ سمير الاسكندراني ما يغشش الفريق بتاعه. عظيم. فين؟ لا ما احنا معلش يعني فضل السمير. تعال خلاص. عندنا احنا
الاجابه دي واضحه. الاجابه الاجابه هنا. ها من غير ليه؟ من غير احنا اللي قلنا من غير ليه الاول. لو انا فريقنا احنا اللي نجاوب مش انت. الاجابه دي واضحه، دي اغنيه عاشق الروح. طيب الاستاذ مجدي الحسيني الحل ايه؟ من غير ليه يعني بتقول لك قارئه البدنجان؟ لا لا، ده فريقنا احنا، انتوا بتجاوبوا قارئه الفين. لا برضو مش هي. اقول يعني اقول الاجابه هيقولها الاستاذ مجدي الحسيني. من غير ليه؟ طبعا من غير ليه. احنا قلنا من غير ليه بصفه ان انتوا شوهتوا المساله، وكل واحد كل واحد قال من غير ليه. يا استاذ مجدي، واي ده مطلوب الرد مننا؟ لا، كان الف وب اللي يتوصل لحل. على العموم، على العموم، السؤال المره الجايه هنقول عنوان مثلا الاستاذ ليلى مراد. ليلى مراد، السؤال بقى ليلى مراد. ماشي، حاجه من ليلى مراد. ايوه، من غير ما نغشش. مين اللي يجاوب؟ طيب ايه؟ حبيب ألف. ألف ليلى مراد. ألف صعبة عشان حاجة صعبة. ليلى مراد مش حلاوة بالغزمار يعني. السؤال موجه إلى ألف. ماشي، الإجابة الحب جميل. صح يا استاذ مجدي؟ مظبوط. طيب مظبوط. قاعد انا مجدي على فكره. الحسيني الاول. مجدي. لا لا، بس كده بصره انا. السؤال اللي بعد كده موجه لفريق ب. ايوه، وبصفه ان حضرتك بقى من ضمن فرسان ب تقعد مع الممتحنين. بس في حاجه يا مجدي، اتفضل. الاسئله كده سهله جدا. ليه؟ طب الحب جميل، الملحن مين؟ مؤلف في مطرب قاعد. ايوه، في مطرب قاعد مش عايزين نزود لهم النمر عشان يبقى في تعب. اتفضل. احنا فرقتنا جامده جدا. لا هي شديده. اقول مين؟ انا ما اعرفش اسمه على بعض. هو حاجه صدقي. ايوه صح. محمود. محمود صدقي. انا صح. طيب اللي بعديها يا استاذ مجدي. خليه احمد صدقي، مفيش حاجه اسمها محمود. هو اللي قال محمود. اللي بعد كده ها عايز عايز انت عايز نقول فريد الأطرش. فريد الأطرش. لا ده هنا السؤال هنا. اتفضلوا. مجدي الحسيني. ايوه فندم. انت خلاص سبت الاورج بقى؟ ما خلاص. مجدي الحسيني. ايوه. الفرقه المتكامله، الفكره دي جت لحضرتك امتى انك تقدم مجدي الحسيني لوحده بالجهاز البسيط المتواضع ده يقدم كل الاصوات الجميله دي؟ الله يخليك. من خلال اصابع معدوده. غير الاوركسترا الكامل اللي بيتكون ممكن من 12 عازف او اكتر. هو الواقع انا لما بدات العب مزيكا من صغري كان عندي يمكن 4 سنين، فكنت بلعب على آلة البيانو. البيانو معروف انه فيه اصوات كتير يعني رفيع وتخين وكده يعني غني صوت البيانو. فكنت كان لسه الاورج ما ظهرش. فالحقيقه كان لعبي على البيانو ان انا بحاول اقلد الفرقه يعني صوت الرفيع صوت الكمانجات حتى على البيانو، مع ان صعب انك تعمل، لكن كنت مثلا احاول اعمل مثلا اذا تا مثلا عملت كاني مثلا. لا ازاي عشان على الطبيعه. على الطبيعه البتاع ده ما فيهوش سلك. طب كويس. لا ده انا يعني ما دام هتبتدي حضرتك تشرح حاجه يعني فنبقى مع بعض. هنجيب صوت بيانو مثلا هنا في الاورج. ايوه. فمثلا انا كنت بلعب بيانو مثلا يعني مثلا عودت عيني على رؤياك مثلا. ايه
صوت بيانو. انا طبعا البيانو كده نوتة واحدة. أي. لكن انا عايز بقى مثلا صوت على طول طويل بعمله كده. فكنت من صغري احب ان انا انوع باصوات البيانو يعني مثلا اعمل مثلا يعني اتفضل زياد. لا تعالى بقى تعالى بقى زياد. خريج كليه التجاره. ايوه. اسكندريه مش كده؟ جامعه اسكندريه. طب تقدر تقول لي سموا اسكندريه اسكندريه ماريا ليه؟ ها اسكندريه اسكندران هي قبل اسكندريه. لما جاوبتش هجيب لك الاسكندراني على طول. هو زياد اسكندراني برضه؟ طبعا الله طبعا. أيوة. انت لقب انا لا انا انا صحيح والله. يبقى الوصف بتاعك. طب سيب الجديد والله سيب الصبي بقى ايه. هي اسكندريه قبل ما تتبني. ايوه. كان في منطقه عندنا اسمها ماريا. ايوه. كانت ترابها فعلا زعفران يعني. ايوه. فبعد ما يعني لما جه اسكندر الاكبر يبني المنطقه عشان يسميها اسكندريه يعني فكان عايز مكان احسن من ماريا. ايوه. يسميها اجمل. ايوه. لما تبنى اسكندريه اتسمت اسكندريه ماريا وترابها زعفران. طيب زياد اول عمل قدمك للناس ايه؟ كانت اغنيه ايه؟ هو كان البومي الاول كان فيه اغنيه اسمها انا عند وعدي. ايوه. هي اللي من خلالها يعني اول اغنيه اتصورت ليا واول اغنيه الناس سمعتها تقريبا يعني. واللي بعدها في ده كتير. ده كتير؟ لا والله ما كتير ولا حاجه. لا كتير جدا. طب بقول لك نحب نسمع حاجه من اللي انت مقربه ليك يعني. ده كتير ولا اللي يعجبك ايه؟ ممكن انت تحبي كتير. ناصر بيقول ده كتير. ها طيب هسمعكم الاول انا عند وعدي عشان هي فيها وبعدين هسمعك ده كتير. ماشي خلاص. خد بالك الصبي هيشتغل اهو. لوستك كبير قاعد. خد بالك لوستك كبير اسكندراني قاعد. انت بتقعد اسكندراني يا مجدي؟ لا والله ابدا. لا اله الا الله. ده انا عندي وعدي وانا واه يا وعدي. انا عندي وعدي وعني دارك وحبايبك وعنيكي وعدي. ده انا عندي وعدي وبحبك. انا عندي وعدي وعني دارك وحبايبك وعنيكي وعدي. قدمت لكي اخر ما عندي ولا كانش بعدي عنك بيدي. قدمت لكي اخر ما عندي ولا كانش بعدي عنك بيدي. دنا عندي وعدي. طعمة هجيلك. اتفضلي. أيوة. هيام طعمة. ايوه. انت من سوريا طبعا. طبعا الحبيبه. ميرسي. تقدري تقولي لي دمشق سموها دمشق ليه؟ دمشق جايه من كلمه دمشق. ايوه. والدمشق هو يعني لما عايز تبني حاجه البناء السريع. ايوه. بني بسرعه. فكان في مبنى معين عايز يتبني. ايوه. فاللي هو والي المدينه. فالمهم بنوا له بسرعه فسموها دمشق. دي اجابه سليمه. ونحيي نحيي فريق الف وفريق ب يحيي عايز يحيي. طيب قبل ما نبدا في مجال الفن انت اصلا كنت ايه دراستك او عملك قبل كده كان ايه؟ انا كنت مدرسه اطفال. الله. ده جميل. مدرسة أطفال. أيوة. خرجت. طيب بمناسبة الأطفال الطفل المعجزة اللي قالوا عليه في العالم كله أنه هو الطفل المعجزة مين؟ في إيه بالضبط؟ في مزيكا. في المزيكا موتسارت. عظيم. كان عنده كم سنة؟
اول ما ظهرت عليه تقريبا علامات الابداع تسع سنين سبع سنين سنين. اجابه سليمه من خمس الف سنين. خمس سنين على علامة عظيم خمس سنين. طيب يعني ابتديت تشتغل في الفن على طول ولا في كان اعمال تانية عملتيها مثلا او وظائف اخرى يعني؟ لا هو انا يعني كنت مدرسه. أيوة. اشتغلت فتره بسيطه جدا بعد التخرج وعلى طول بعدين الفن. طيب نقدر نسال اشهر اعمالك كانت سوريا؟ في المسرح السوري ايه؟ كانت كاسك يا وطن مسرحيه مع الاستاذ دريد لحام. عظيم. ايوه. طيب نقدر نسمع حاجه من 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 ال كممثله انت اديتي كممثله وكمطربه؟ ايوه يعني مسرح غنائي يعني اللي غنيته في كاسك يا وطن ولا اللي لو حبيتي لو وحاجه قديمه او حاجه اللي يعجبك يعني. كلكم بتعملوا كده على فكره. لا وصوتكم حلو والله. والله والله كلكم صوتكم حلو بس بجد عندي برد. اول نقول حاجه قديمه كده تسال ليه عليا حافظينها ممكن مايسترو مايسترو شغال. اذا كان ابتدي انا الاول ابتدي له انا. طيب اتفضل. لا ممكن استاذ مجدي تسال لي عليا وتقول وحشك عينيا من امتى انت حبيبي وتقريب اللي بيا من امتى انت حبيبي وتقريب اللي بيا ودلوقتي معانا نجم اخر من نجوم التلفزيون. ايه ده ايه ده ثانيه واحده في ايه ثانيه واحده في ايه ده في حاجه هنا ثانيه واحده لا ثانيه واحده بس ثانيه واحده ما حدش يتحرك مش مخدود ما تتحرك ثانيه واحده بس صار فر ايه ده مش مخدود ايه دي في تليجرام حد عايزني لا معلش كل واحد مكانه لو سمحت كل واحد مكانه حد عايزني لو سمحت اتفضلي ايام ميرسي شاكرين جدا اروح لا اقعدي لا ده في واحد يا نهار ابيض يا نهار ابيض حد مطلوب واحد هيمشي من الفريق بتاعكم ايه ده مين اللي هيمشي زياد
لياد. لياد ماشي. لا ليه بس؟ في ايه بقى؟ مطلوب في احد الدول العربيه والله مطلوب. لا لا تستاذن. لا يا حبيبي روح فين؟ مش هتمشي غير لما تقول لنا حاجه من اغانيك صح؟ حاجه من اغانيك. سيب الشاكت وامشي. طيب انا 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 سايبهم بس يعني في عينيكوا استاذ سمير. فين يا حبيبي؟ في عينيكوا. في الاعضاء. تروح فين؟ انا يعني زي ما انت شايف كده. ده فورا هيجي لك ويجيب لك سندوتشات جبنه وحلاوه. لو قلقان عليهم اقعد على فكره لان مش مفيش اي حد في عينيكوا. قلبك عليهم خليك معاهم. غني غنوه يعني بتاعتي انا بحبها قوي على فكره. كلامها بيقول مد ايديكي تعالي يكفى غرور وتعالي تعالي الثانيه غير الاولى على فكره. تعالي الثانيه تكبر و... يلا حاجات زي كده يعني مش مهم. مش ده مش ده اسكندرانيه بيجيبوا التايه. ايوه استاذ طبعا. بتقول مد ايديكي تعالي تعالي يكفى غرور وتعالي تعالي هدي البرج العالي واختصري المسافات انا طول عمري بحبك وانتي دايما كده بتداري يلا عيونك شمس مدينتي جوه في قلبك ناري هو الحب مجرد عندك حلم وامنيات مد ايديكي تعالي تعالي يكفى غرور وتعالي تعالي هدي البرج العالي واختصر المسافات. شكرا شكرا يا جماعه. سلامة زياد. احنا كلنا بدل ما يرجع زياد احنا كلنا اتفضلوا اتفضلوا مجدي يلا كلنا جايين لنا فاكسات هنقدم. اتفضلوا اتفضلوا استاذ سمير اتفضلوا كلنا اتفضلوا كلنا كلنا هنازلين الشارع عشان نقدم فقرات من الشارع. اتفضلوا صباح الخير. تعرف على حضرتك مدام زينب. مدام زينب هسأل حضرتك سؤال. اتفضلي حضرتك بس كده عشان الكاميرا. تعرفي مين الحاكم العربي اللي بنى مدينة كسلة بالسودان؟ لا الحقيقة ما اعرفش. لا الحقيقة ما اعرفش. طب فكري شوية. لا ما اعرفش. طب اديك اختيارات. هسألها لك شوية. اتفضل. هل هو محمد علي باشا ولا الخديوي اسماعيل ولا ابراهيم باشا؟ محمد علي باشا. إجابة صحيحة هو محمد علي باشا وبنى أيضا مدينة الخرطوم بالسودان. اتفضل. رجعنا من الشارع رجعنا من الشارع الحمد لله الحمد لله رجعنا من الشارع. اتفضلوا رجعنا من الشارع بعد تعب معلش رجعنا من الشارع رجعنا من الشارع فعلا شفتوا الحمد لله شفت الشارع رجعنا من الشارع الحمد لله رجعنا من الشارع. كان اخر حاجه قالها ايه زياد زياد كانتلكس كانتلكس بطلي غرور بطلي غرور وتعالي ايوه وانزلي من البرج العالي انزلي من البرج العالي. طيب لا تعالي من البرج العالي الأرج العالي الأرج العالي مع نجم مسلسل برج الأكابر ناصر سيف. اتفضل يا باشا. حكاية المايك دي ايوه اتفضل ايوه جميل ناصر. احنا على أيوة. فكره فنون جميله وفنون تطبيقيه اولاد عام طبعا ومخلفين طبعًا. من بنت عمهم تربيه طبعًا. فنيه خدت بالك تربيه موسيقيه وتربيه موسيقيه كل الفنون. لا الالوان دي بقى علشان ناصر سيف مهندس النسيج خريج الفنون التطبيقيه اي نعم وخريج الفنون المسرحيه ايوه. نقدر نعرف اول من اسس مدرسه الفنون كان مين؟ مدرسة الفنون ايوه ده الاسم القديم ايوه مدرسة الفنون هو اللهم صل على النبي عليه الصلاة وافضل السلام هو امير هو امير ايوه وكان غاوي ايوه ايوه ها ايوه الامير يوسف يوسف ايه؟ ايوه الامير يوسف مش فاكر هو الامير يوسف يوسف كمان يوسف كمان يوسف كمان ايوه يوسف كمان يوسف كمان يوسف كمان يوسف كمان ده كان في عهد الملك فؤاد واول ايوه ما انشئت هذه المدرسه كانت في ضرب الجماميز ثم نقلت بعد ذلك الى حي السيده زينب ثم الى مبنى عبود باشا بالزمالك. عظيم معلومات سليمه أقول تمام معلومة زيادة؟ اتفضلي رائعه هو اللي كان عمل الاوبريت
هي دي معلومة زيادة. ايه هي معلومة زيادة؟ بما ان ادوها فرصة. طيب ادوها فرصة، ما فيش حاجة. بما ان برج الاكابر، برج الاكابر ده بيسكنوا ايه؟ ده مسلسل طبعا. انت ده مسلسل انا والاستاذ احمد سلامه بالمناسبه. هذا البرج، هذا البرج، برج الاكابر. برج الاكابر، الاكابر معناها انتوا على فكره دي اسئله. برج الاكابر بيسكنوا مين بقى؟ او المفروض يعني بيسكنوا ولاد ايه يعني؟ المفروض ولاد الناس الاكابر. ولاد الناس، ولاد الناس الاكابر دول ابناء مين؟ او المصطلح ده او المسمى ده جاء من مين؟ اولاد الناس. هو المتعارف على اولاد الناس ان بيقولوا ده ابن ناس، يعني ابن ناس مبسوطين او حاجه. ده المتعارف عليه. انما هو ده خطا. لان اولاد الناس المفروض ده أبناء المماليك. ابناء يعني، لا هو ليها لو سمحت لي ليها اساس. كان في المذبحه بتاعت القلعه. كان حاصل في المفروض هيعدموا المماليك. الابهات يعني. وليهم اولاد. فالمفروض الاولاد بعد ما يتعدم الابهات كلها، الاولاد مش هيبقى ليها ابهات. يبقوا ايتام. فسموهم فسموهم ولاد الناس، ولاد الشعب كله يعني. اجابه سليمه. اجابه سليمه. الالف به سقف الالف. مسلسل تاني نفتكره مع بعض للاستاذ سيف، الاستاذ ناصر سيف. ايوه مسلسل ايه؟ في مسلسلات كتير يعني. اخر عمل ظهر هو في العائله، ده اخر عمل خالص. ايوه ده اللي بيتذاع. ده اللي بيتذاع. وفي عمل سابق اسمه امراه في دوامه. ايوه كنت انا واحمد سلامه برضه. حاجه غريبه جدا. لا ما طيب كده طيب ما احنا لسه ما وصلناش لاحمد سلامه. هنوصل باذن الله. كلمه دوامه كانت فيلم شهير. شهير جدا. ايوه فيلم. احنا عاملين مسلسل هنا على غرار مسلسل فلاحي. ايوه المفروض دوامه اصلا. أيوة. ده فيلم امريكاني. ايوه أمريكي. عمله المخرج الشهير جدا هيتشكوك. اجابه سليمه الالف. اجابه سليمه الالف. احنا واحنا كده قاعدين بنسقف برضه. دورنا جاي. نبتدي بقى نخش على زميل علاء عوض بقى. انا بالنسبه لايه في ايه يعني؟ بالنسبه لايه في ايه؟ احنا قاعدين هنا ومين جاي مع مين؟ انا بس هتعرف ايه هو في ايه. تعالى بس ربنا معاك. انت هتقف معايا صح؟ اقف معاك. خليك معايا. طيب اشتركتوا مع بعض في اعمال قبل كده؟ انا وناصر. ايوه احنا اخر عمل عملنا حاجه للاطفال. مسلسل للاطفال. طيب مشوار الالف ميل يبدا بالاطفال. طيب نقدر نقول للعمل ده ما كانش فيه غناء، في عمل استعراضي او اي حاجه عشان نشوف تحول؟ لا. طيب بصفه ان ده اول عمل كان للاطفال، ايه رايكم لو نصغر شويه؟ ازاي كده؟ لا مش بس كده، نرجع بالذاكره لورا، يعني زي ما بيقول باللغه بتاعتنا فلاش باك، نرجع بالزمن لورا. ونسترجع علاء عوض وهو طفل. يا راجل دي مناظر. ابوك ده يعني دي حاجه الواحد يفتكرها. الفنان العظيم محمد عوض. استاذ سمير مش موافق اهو. المجموعه المنافسين لينا بيحطموا نفسيهم بنفسيهم. بيحطموا نفسيهم بنفسيهم. الالف الالف شايك يا استاذ. الالف شايك. المهم اوريدي. المهم على نرجع للسؤال. سحروا فول بقى. تيجي نرجع مع بعض كده بالذاكره للطفوله. علاء عوض وهو طفل كان ايه المقرب ليه؟ ايه المحبب ليه؟ واللي حولك من راقص باليه الى ممثل الى الى. طب انا كنت معاك وانت طفل. لا ما تظنيش. لا بس ما تسيبنيش. مش عملنا مسلسل للاطفال بعد ما تخلص ما تكبر هاجي لك. طب خد ابنك وامشي. والله انا كنت طفل على فكره، يعني ما كنتش طفل شيء قوي يعني. كنت طفل ديسنت كده ومؤدب وهادئ. عكس دلوقتي. كنت عكس دلوقتي. فكنت طفل مؤدب كده ووديع. ووديع. ابوك الفنان الكبير قال لنا كلام عكس الكلام ده. استاذ محمد عوض. ايوه كوميديان كبير. ايوه قال لنا انك كنت بتحب العسليه والنداغه وده اللي حول مسار حياتك. طب انا ما كنتش عايز اقول على الهوا. طيب نقول حوض علاء. نقول نفتكر مع بعض عادل عوض. ايوه عاطف عوض. ايوه علاء عوض ثلاثي
عائلة عوض. مصمم رقصات ورقص الباليه عاطف عوض. والمخرج السينمائي عادل عوض. وراقص الباليه والممثل علاء عوض. التوليفة دي على بعضها توليفة غريبة صح؟ لا بالعكس هي جميلة جدا، لان الشجرة اللي نبتت الفروع دي اكيد منبع طيب اللي هو الاستاذ الفنان محمد عوض. ازاي كنتوا بتتفاهموا مع بعض في وانت طفل؟ ازاي؟ لا احنا كل واحد ليه لا ما هو ده ما ظهرش قوي كده. بتغتتوا على بعض ازاي؟ اجيب لك بقى بسكتك انت عشان انت عادل. كان عادل بتعملوا ايه مع بعض بقى؟ كان عادل رد عليا. هقول لك ايوه كده هقول لك اهو. عادل عادل بما انه الكبير ايوه، فكان يغلس علينا لما يجي مثلا حاجه في التلفزيون في 7 عربيات يقول لنا على فكره العربيات دي كلها بتاعتي. فقال له طب سيب لي، يقول لي وانا كل السواقين والعلمك بقى انا الواد اللي واقف بيشاور لهم ده عشان يطلعوا وانا اللي خدت الجايزه. ده يعني صفات المخرج. عادل كان مغتت علينا طول الوقت عشان ممكن. احنا الاثنين يعني احنا ضحايا طول الوقت من عادل عشان شخصيه خياليه. اما كبرنا بقى هو الضحايا بتاعتنا. فوقنا بقى استوعبنا وابتدينا نطلعه عليه وابتدى هو يكش مننا. طب وعاطف؟ لا عاطف على فكره مصمم استعراض شاطر قوي طبعا. مش عشان اخويا يعني. لا طبعا يعني عطف مصمم استعراض شاطر بجد. اعماله تشهد غير ان اعماله تشهد. وانتوا مع بعض كان عاطف دوره ايه في حته الغلاسه دي؟ يعني اسف ان الاصطلاح ده بس معلش يعني زي انت واخواتك بالظبط. ايوه على فكره ماليش اخوات ليش بقى تعال انت ولادك والله العظيم واحد اخواتك مع اولاد الجيران. طيب دي مرحله. هل بعد لما كبرتوا بقى كعائله تعوض زي مثلا ما بنسمع في الرحمانيه عيله البندلي عيله كده بتبقى متولفه مع بعضها عائله تعوض ممكن تقدم عمل اخراج عادل عوض تمثيلك بطوله الاستاذ عوض ده يبقى حاجه يعني هي امنيه. طيب. ان طبعا نعمل دراما استعراضيه يبقى عادل بيقودها كمخرج عاطف بيصمم استعراضها كمصمم استعراضات انا ممكن اكون ممثل وراقص في نفس الوقت وطبعا نقدر نستعين باي عيله تانية برضو. انا علاء بمناسبه نستعين هنستعين باذن الله وبالله نستعين ان شاء الله ثم نستعين بعبد من عباد الله الصالحين أيوة. مجدي الحسين سيادتك تقف على الأرج معلش بقى انت فرقتنا المتكامله سقفوا وعملوا حاجه الاستاذ مجدي اللي عمل لنا صوت والله بصفه الاستاذ مجدي الحسيني كنا في اول فقرات الحلقه بنقول ان الاستاذ مجدي الحسيني طبعا معروف كل اعماله في الموسيقى التصويريه هنبتدي بقى نشوف الممثل النجم التلفزيوني احمد سلامه والاستاذ ناصر سيف ودينار وهيام والدكتوره ياسمين ومروه والاستاذ سمير ازاي نعمل مشهد مع بعض بموسيقى تصويريه ومتخيل انا باستئذان الدقن الجميله هنستخدمها بس في المشهد ده فليكن الاب الجراند بتاعنا العظيم الاستاذ سمير الاسكندراني بالدقن ايوه ولا من غير لا بالدقن مش هنقدر نشيلها دي سمكه مش مكياج من غير يعني هيبقى ده الاب الجراند بتاعنا فاذر الجود فاذر لا ايوه جود فاذر فليكن مثلا احمد سلامه وناصر سيف وعلاء عوض ولادك ماشي وبيتقدموا هيجننوني انت عارف وايوه ما احنا هنشوف بقى ده وهنشوفه مايم بدون اي حوار على الموسيقى التصويريه بتاعت الاستاذ مجدي ونستعين بالفنانات دينار ومروه دول مخطوبين للثلاث شبان ولادك وحصل مخطوبين لا ما في واحد مش خاطب ماشي حر ماشي ياسمين تبقى موجوده برضو ثلاثه لثلاثه يعني ام العيال فين يعني هيام لا ما تنفعش خلاص بلاش مرات ابوه انت برضو ايه مرات ابوه انت مصدق ان انا انفع اب طيب ده تمثيل على نشوف المشهد ده مع بعض ولما يكونوا الثلاثه جايين يقنعوا حضرتك واحنا قاعدين ولا واقفين والله نتصرف يعني
اعملوا السيكونس مع بعض بقى كلكم ممثلين. وخدنا طبعا في المعهد المشاهد المرتجله الديلارتيه. ايوه بس احنا مش هنستعين بالكلام، هنستعين بلغه الاستاذ مجدي الحسين الموسيقيه. يعني بالنظرات هيمثلوا بالنظرات لا ده بانتومايم بقى. بانتومايم دكتور علي فهمي الله يرحمه. الله يرحمه. اوت لاين انت الاب وبتتفاهم مع اولادك. هم عاوزين عايزين يخطبوا الثلاثه دول وانت رافض وجايين يقنعوك. ايوه يقنعوك انت وكل واحد بيجي يستعرض واحده من اللي بيتقدموا له. ماشي اتفضل. خلاص يا احمد خليكم مثلا عشان نعمل ميزانسين سريع كده. يلا الاستاذ سمير الاسكندراني اتفضل. رزانة معاك ولا ممكن مايم 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 فنعتبر انها مايم. اتفضل. الخطيبه هنا اتفضلي. ايوه الاب يعني انت هتقنع الاستاذ سمير بان فلتكن مروه. مروه لازم تبقى مروه في البيت وفي الشغل. هيبقى في البيت والشغل. وعلاء عليك ان تختار انت واحمد. ايوه البس لازم النشاره بابا. اتفضل. المشهد هيبقى من خلال عزف الاستاذ مجدي الحسيني وهيحدد لنا نوع او جو المشهد ايه. انا هعمل ثلاث حاجات طبعا مزيكا عاديه في الاول وبعدين هعمل خدوا بالكم بصوا اسمعوا يا جماعه عشان هو هيقول اهو اه هنسمع مع بعض عشان المشهد. انا هعمل ثلاث مواقف ها اول حاجه موسيقى كوميدي وبعدين خناقه وبعدين حزين وبعدين رقص ده في الاخر رقص ده يعني مش محسوب الثلاث مواقف دول بس انا هنقل على المواقف من غير ما اقول يعني كوميدي خناقه حزين. ايوه بس التسلسل مش 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 مترتب. التسلسل بقى ملوش يعني مش بالترتيب ده بس طبعا 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 اتفضل. هنقول 5 4 3 2 1 اكشن. تعالي بقى عشان انا مش شايف. ايه الجواز الصعب ده؟ طيب اتاخرنا على العمله الغاليه دينار. تعالي يا دينار بقى نتكلم شويه بقى. دينار هو بكام؟ بكام النهارده؟ بكام النهارده ان شاء الله؟ بكام الدينار بكام النهارده لو حد يجاوبني؟ بدولار باين. بكام الدينار بكام؟ انا بقول بدولار. لا هو الدينار اولا عده
ايوه ده صح، ده صح، الكويتي او الاردني. هو دينار المصريه، تسوى كتير عندنا طبعا. الفنانه دينار ميرسي يعني 10 سنوات كده وحاجه. طيب اول عمل قدمتيه للشاشه؟ اول عمل قدمته كان فيلم الطوق والاسوره. ايوه كان اخراج الاستاذ خيري بشاره. ده كان بيتصور فين؟ كان في الاقصر. يعني فين؟ يعني نبص كده على الخريطه فين فين بعد الفتحه الهادي كده مش في الصعيد يعني. ايوه يعني يعني انزل كمان في الصعيد هنا في اسوان. أيوة. ماشي عظيم. يعني الصعيد، الصعيد سميت ليه بالصعيد؟ الصعيد سميت ليه معايا بالصعيد؟ يعني هي الصعيد ايوه اعتقد معناها صعود. عظيم. لا مش اعتقد، هي صح صح صعود. يعني اعتقد يعني ان ايوه ان الارض ايوه ربنا هيفرج اهو. ايوه ايوه عاليه. ايوه عاليه عند الدلتا، عند الدلتا، علشان كده النيل يسير في انسيابيه. عظيم. يا سلام يا سلام. عشان كده الخواجه سماها ابر ايجيبت. كلام جميل. طيب نقدر نقول النقيض او المقابل اسف لدينار في ريال؟ دينار ريال؟ ريال. طب واحنا ليه بناخدها دينار عمله؟ طب يبقى ايه؟ ما احنا ممكن نقول دي نار، دال ايه لوحدها ايوه نار لوحدها دينار، يبقى دينار ودي جنه. عظيم. ان شاء الله نبقى من اهل الجنه يا رب. شكرا دينار، متشكر جدا. استحملتكم كتير واستحملت اجاباتكم. استحملوني. بصوا بقى يلا هعمل لوحه تشكيليه جامده جدا وبعد كده هيتخلى لها سؤال. مش معقول. شفت؟ لا برافو. السؤال اللي جاي يا جماعه، انت مهندس الكوره بس مش قوي كده. ده مجموع، ده افيش، افيش فيلم، افيش بتاع فيلم. فريق ألف محضر لكم اللوحة جاهزة. هو متقصص نوضبه. الله ينور عليك يا علاء، ينور عليك. ده مغرز ملوش أول ولا مؤاخذة. أنا يعني معلش نجيب لكم من تحت القدرة يعني مش اتفضلوا بقى. تعالوا بقى معوا بقى على الأرض في رجوع على الحيطة. المهم يجمع لي هنا، أنا عايز شغل، عايز إنتاج. اللي ما هو جمعوا فيلم واحد، جمعوا فيلم واحد. اللي ملوش لازمة قطعوه ارموه. اللي نص بص اللي نقصه لزيق علاء، علاء الكل هلا هو حتة ناقصة اهو. خد علاء، خد بالك عشان غير زيد حتى ما تحب او لفه. خد على لفه لفه لف الدراع نفسه عشان ما ينزلش. هذا كده يلا بس ايوه انا عايزكم تشتغلوا وتنتجوا هنا بقى. بص هنا محمود، بص شوف عادل امام اهو، لم بقى نور الشريف اهو، معالي زايد ايوه، بص ممدوح، ممدوح عبد العليم. كمان هي كملتها برضه، بس كملت ليلى. ايوه انا كملتها حاجه كملت عادي. هذا هذا هذا
طب ما هو عارف. يا جماعة وبعدين اللي لقيه مصطفى مصطفى ده بدو على طول جماعة يا جماعة بتخشوا مشترى في جيش النار اديتكم واجب مش عارفين تعملوه فين في افيش اقف يعني دلوقتي في افيش هيقف جنبه في الشارع هتقف عامل كده هنكمل على هدومنا يعني خلاص كده طيب ممكن طب ده طيب ثانيه واحد حد يسافر حد يسافر اتفضلوا 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 فريق المغرب اتفضلوا اتفضل استاذ سمير مين اللي لزق بالاول مين اللي لزق وخلص على العموم الجايزه انتوا لو عرفتوا الجايزه يعني بصوا اقول لكم على حاجه اقول لكم على حاجه انتوا لو عرفتوا الجايزه ما نكسر اقول لكم لو على تعرفوا لو الجايزه فعلا ايه هنضربها يعني لا لا ايه امال ايه ما كنتوش هتقول لي مفيش خالص طب قول ايه الباظه دي